تستخدم جيتار سينسايزر؟ كيف بتحس حالك انك انت مميز عن غيرك باللي بيعزفوا جيتار؟ اول من دخل التقنيه او التكنولوجيا الغربيه وعربها العبد الفقير يعني من زمان، وبلعب جيتار الكتريك بس بطريقه كتير شرقيه يعني بوصل على المحلات، يعني اكثر من عمر خورشيد يعني قصدك؟ الله يرحمه. المناطق هاي اللي بقرب عليها ما قرب عليها، فانا عم قرب عليها. بص اللي بيجي هنا في البرنامج تفضل ويقدم موهبته بنرحب بيه قوي، بس اللي بيطلع يقول كمان ان انا بعمل حاجه غير عاديه وغير ده بنبقى متوقعين منه كتير. انت متاكد انك انت رح تكون عمر خورشيد تاني بالشرق الاوسط؟ لا، بحب اكون محمد صالح. وفيك تكون محمد صالح؟ كثير. حضرتك وعدتنا باضافه، يعني شيء انت عملته ما حدا عمله بالشرق الاوسط جديد، شو بالنسبه لك الجديد؟ يعني صوت الجيتار وطريقه العزف بالمغنى. هلا الجيتاريست اذا كان عم يقدم شو هو بده يقدم للناس اشياء تكنيك لدرجه انه ما حدا يفهم طريقه المغنى اللي انت عم تقدمها غيرك؟ لا، ما حدا بيقدر يقول لانه بده يستعمل تقنيه. يعني هلا انا ما استعملت بعد التقنيه، يعني انت الشيء اللي مخترعه بعد ما استعملته؟ لا مستعمل، ما اوريدي انا مستعمله ونحن ما حسيناه. الجيتار الالكتريك اللي نحن متعودين عليه هو اله نقر. نعم. ما بنقدر، ما في مد بالصوت، انا عم مدلك بالصوت. طيب ليك اذا بدك تفسر هالتفسير كله قبل ما تعمل كل غنيه ما حتزبط معك. يعني بصرف النظر عن الجيتار ده مختلف عن اي جيتار تاني، بس بصراحة أنا شفت حاجة يعني ملهاش طعم يعني. يعني لو أنت موجود على محطة والمزيكا دي شغالة أنا غيرها على طول. علي، ما شفت شيء جديد أنا بهالعرض هيدا، وشفته بالعكس يعني دون المتوسط، وبفضل ما أسمعه مرة تانية. عم بوسة كبيرة وحضن كبير؟ لا طبعا. ايه طبعا، وأنا بس بهمني أكتر شيء بهمني رأي الناس واستساغوا كل هذا الشيء، وعم بشتغل الحمد لله وين ما نشوا مثل الفل. شكرا. بجوز فكرتوا انه في غرور، شو المشكله اذا واحد عمل شيء جديد؟ ما فيش اي مشكله، احنا متشكرين لك.